خاطر هو من الاول من اول نهار حاب ينقلب مش من توا، الناس مش فاهمه، اما هو من اول نهار لا هو هو ناوي على الانقلاب يعني من اول نهار كما قلت انت، وهذا التخطيط بدا من وقتها الى يومنا هذا، وترذيل البرلمان ركن من اركان الانقلاب يعني عمليه وكل وتعطيل الحكومه وتعطيل دواليب الدوله كله 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 ماشي. وعلى فكره انا نحب نسال هاللي فرحانين بقيس سعيد، يا اخي هو اللي جاب لكم راهو رئيس الحكومه الياس الفخفاخ، وهو اللي جاب لكم هشام المفيشي وزوز حكومات فاشله وكثر الكورونا وكثره الدنيا الكل والمشاكل الكل، ما يتحملش مسؤوليه في الفشل الرئيس نتاعكم هذايا. والله ماني فاهم هذا حكايه مانيش فاهمها. هو تتحمل معناها البرلمان يتحمل هو كل المسؤوليه، والرئيس اللي جاب رئيس الحكومه ما يتحمل حتى مسؤوليه ويخرج هو من كل المسؤوليه، يخرج في الخرجه بتاع 25 جويليه ويلبسها المسؤوليه كان للبرلمان. عباد مش فاهمه، والله يا عباد مش فاهمه. شكون جاب لنا المشيشي؟ شكون جاب المشيشي؟ شكون كان يعرفه اصلا؟ شكون يعرف؟ وشكون جاب الفخفاخ؟ وشكون جاب الفخفاخ؟ ناس ماهيش فاهمه، ماهيش فاهمه، هذه تقول لي تحكي معايا كل الكلام ما يهمنيش. انا ذاك نتاع النواب فهمتني انا. هو 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 جاب الفاشل. انت فرحان انه هو ولا يحكم، هو اعطاك بوادر انه انسان فاشل، ما ينجم يعمل حتى شيء، واختياراته الكل فيها غلطه. اختار رئيس الوزراء الاولاني طلع وعنده امور وداخله بعضها، اختار رئيس الوزراء الثاني رئيس الحكومه الثاني كيف كيف، الحكومه فاشله وزاره الصحه دخلت بعضها والكورونا خدت وزير الصحه هذاك تابعوا هو تابعنا تابع اسمه نادي عكيش، هذاك اللي تقولوا نادي عكيش يعملوا تقولوا اعملوا يعملوا اي تو لا تو انت الحاله الصحيه والبلاد ناقصه اكسجين وداخله بعضها، وكي طرد وزير الصحه ماشي انت توسم له وجيبوا للقر ولا عبوا عبوا ما تستحقش وزير صحه والناس تصفق وعبوا يعني ما تستحقش وزير صحه، البلاد ما تستحقش وزير صحه. تسمع ماو كيفيه تسمع اي الناس ما تستحق، وقت اللي نحاو هذاك وقت اللي نحاو عبد اللطيف المكي قال لك البلاد ما تستحقش وزير صحه، وقت اللي وصل في عهد عبد اللطيف المكي وصلنا صفر حالات عدوى، صفر عدوى وهو ما وافقش، قام نحاش على فتح الحدود على حل الحدود اي هو وقف لهم كل وقف لهم اي وقف لهم في حلوقهم ما خلاهمش يخدموا على راحتهم. تخلص منه رضخ للابتزاز نتاع اللوبي تاع السياحة في تونس، اللوبي النزل بتاع السياحة قالوا له تحل لنا الحدود باش ما نخسروش الموسم السياحي، حل الحدود ما غيرك التست بي سي ار وما غيرك الحجر الصحي تنتشر العدوى، لا منع السياح ولا منع التوانسة من المرض، يعني لا منا هذايا الفخفاخ، هذايا الفخفاخ، هذا اللي عملوا الفخفاخ. والمشيشي شنو تراه الانجاز اللي عمل وشكون اللي جاب شيء ما عمل شيء ما عمل شيء ويلوموا تو على الحزام المساند لحكومه هشام المشيشي. طيب واللي عين المشيشي واللي عين المشيشي ما عندوش مسؤوليه يعني ما عندوش مسؤوليه ايه النواب مس النواب عاش وربي ربي يهنيك كانت نجت نجم حتى نحن نعشق قيسون ونهوى الجيش ونهوى تهوى الجيش ولا ما تهواش الجيش ولا تعشق قيسون ولا ما تعشقش قيسون، المشكلة مش انك في انك تعشق قيسون، باهي قيسون جيب لك زيت السانجو فهمتني، ناقص كم شي جيب لك توا العالفة نتاعك، العالفة موجودة هي لمحالة توا تجيب تبيعت. طيب نتكلموا فيك بالعقل ونفهموا فيك بالعقل وانت تحكي بال ايه ما هو هذاك ردهم يا اما يرد لك كيك يقول لك هاو انقلاب واحنا نحبوه انقلاب رئيسنا خايب واحنا نحبوه يعني اعطيني جاوبني تحكي معاه جيد فارغه العباد هذا حكايه فارغه فما عباد كيف هكا تحكي معاهم حكايه فما العباد احنا كلامنا موجه للناس اللي عندها منطق اللي عندها عقل اللي عندها مخ تخمر وتعرف تقرأ اللي في المستقبل اللي ممكن فما خطر اللي يرجع استبداد كما عهد بن علي.